بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن دي بعض النصايح البسيطة اللي تهم مرضانا مرضى السكر. احنا عارفين طبعا في مصر ان احنا عندنا عدد هائل من مرضى السكر. مصر صنفت على مستوى العالم من قبل الاي دي اف او الانترناشنال دايابيتس فيدريشن، دي ودي من المؤسسات الكبيرة على مستوى العالم، ان مصر ثامن دولة على مستوى العالم في عدد مرضى السكر بعدد اكتر من 7 مليون وكسور. طبعا غير نفس العدد، ان مصر ثامن دولة نفس العدد غير معروف ان عندهم سكر او مش متشخصين. النهارده يمكن في عجاله سريعه وعندنا كلام كتير نقوله لمرضانا مرضى السكر حوالين اهتمامهم بانفسهم، اهتمامهم بسكرهم، اهتمامهم بالتغذيه، اهتمامهم بالوزن، اهتمامهم بالادويه. بالاضافه لهذا الكلام اهتمامهم بالتعامل مع الاطباء بشكل مستمر والمتابعه المستمره لاولا ضبط السكر بشكل قوي جدا، بالاضافه كمان لمنع مضاعفات السكر. وكان السؤال الدائم، هل مضاعفات السكر ممكن ان تمنع؟ في الوقت الحالي لو بذلنا جهد محترم معنا وبذلنا جهد في متابعه المستمره بسكر تراكمي كل 3 اشهر، قياس سكر في المنزل بشكل مستمر، اعاده ضبط الجرعه، وبهذا الشكل ممكن كمان بالمتابعه السنويه اللي بنسميها انيوال سكرين، بنعمل زلال الخافي في البول، بنعمل فحص قاع العين بشكل مستمر، بنقيس الضغط، فحص القدم بشكل هام جدا. كل دي حاجات ونصائح. طبعا ممارسة الرياضة، قننة الرياضة من قبل مؤسسة السكر العالمية في أمريكا American Diabetes Association أنه المشي الطبيعي 30 دقيقة يوميا 5 أيام في الأسبوع كافي. وطبعا الناس اللي تحتاج تمارس رياضة بشكل منظم المفترض أن هم يكون عندهم فحص مهم من قبل سكر النوع الثاني قبل البدء في الرياضة، فحص العين، عمل رسم قلب، يعني التأكيد على أنه الأعصاب الطرفية للقدمين بكامل صحتها قبل ممارسة الرياضة. ده المتابعة اللي تخلينا دايما واثقين ان حضراتكم بخير ودايما السكر في وضع سليم وماشيين في اتجاه منع المضاعفات. ماذا نفعل في رمضان؟ رمضان من الشهور المقدسة لدى الجميع المسلمين ولدينا جميعا، وان كل الجميع حريص على صيام سكر نوع اول او سكر نوع تاني، لكن هناك محاذير هامة جدا لمن يستوجب ان يصوموا ومن يريدون الصيام. بالنسبة لمرضى سكر النوع التاني تحديدا وهم اللي بيتناولوا الاقراص واكثر من هذا، المفترض انه في مجموعة يجب الا تصوم، وهي مجموعة لديهم سكر مرتفع بنسبة كبيرة، او من يتناولون الانسولين بجرعات كبيرة، او الناس لديهم مرضى القلب، في عندهم شريان تاجي، عندهم جلطات مكررة في المخ، عندهم مشاكل في الشرايين، مرضى الكلى السكري او اعتلال الكلى السكري، كل دول لا يجب الا يصوموا، لان الصيام في رمضان والجفاف الشديد والعرضة لارتفاع الشديد في السكر والانخفاض الشديد في السكر يعرضهم للإصابة بمشاكل الشرايين. كمان المرضى اللي لديهم استعداد للجلطات يجب الا يصوموا. في شريحه عريضه من مرضى السكر في رمضان لديهم بقى عندهم فرصه للصيام، ممن يتناولون الاقراص وممكن حياتهم منظمه بتوزيع العلاج بشكل منظم تحت اشراف طبيب، ولازم تحت اشراف طبيب. شروط ان يكون مريض السكر عنده فرصه جيده للصيام، يجب ان يكون 3 اشهر قبل رمضان كامله من النوع المنضبط، لم يتعرض الى نوبات سكر مرتفع بشده او غيبوبات سكر مرتفع او التعرض لانخفاض متكرر في سكر الدم، وده بيدينا فرصه ان احنا نحسن اداره الصيام في رمضان، حسن اختيار الدواء. وده يمكن دور الاطباء في توجيه حضراتكم في ضبط السكر في رمضان، ان يحسن اختيار الدواء الذي لا يسبب هبوط حد في السكر. ويمكن مرضى السكر في محظوظين في السنوات الاخيره في وجود الابحاث المتطوره والادويه الجديده تعمل بشكل سمارت وشكل راقي جدا في انها بتحدث ضبط السكر دون التعرض للهبوط الحاد من السكر رغم عدد ساعات الصيام الطويله. مريض السكر يجب انه يعني يتفاعل جيدا مع الدواء، يحسن اختيار الدواء، يجب قياس السكر على الاقل 3 مرات يوميا في حد ادنى وقت الاستيقاظ من النوم، قبل فترات المغرب، بعد الافطار بساعتين للتاكد من ارقام جيده. طبعا تحت 70 ملي جرام رقم سكر وفوق 250 ملي جرام يجب كسر الصيام. كمان ضبط كميات الاكل ونوعيته وكيفيته وطريقه تنفيذه مهم جدا، لان الافراط في نوعيات الاكل الدسمه واكثر من هذا تسبب عدم ضبط السكر. كمان عدم ممارسه الرياضه في نهار رمضان، بالاضافه لانه محتاجين كميه كبيره من السوائل في فترات الليل لتعويض فترات الجفاف
في فترات النهار. مريض الصيام يجب أن يتابع نفسه، ليس شرطا أنه مريض غير منضبط وغير متابع صام رمضان وأنه في رمضان لم يتعرض لشيء قوي مفاجئ، لكن المشكلة ممكن أن تكون بعد رمضان بأسابيع بعد اعتلال كامل في الشرايين من الإصابة بمشاكل. أتمنى لحضراتكم رمضان سعيد وصيام مقبول بإذن الله تعالى، ودايما في كامل الصحة.